بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، أي المطر من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. فالله جل وعلا ينزل المطر للسقيا، سقيا الآدميين والبهائم والأشجار والزروع والكلاء. فالمطر فيه مصالح عظيمة ومنافع كبيرة. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستسقاء طلب نزول المطر الذي يسقي به الله مخلوقاته، ولا غنى لهم عنه حال من الأحوال، وهو لا يحبس إلا بسبب ذنوب العباد، لا يحبس إلا بسبب من قبل العباد، لأن يتنكروا لنعم الله ولدين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعاقبهم حبس المطر عنهم لعلهم يتذكرون ويتوبون. ومن أسباب أو من أبرز أسباب منع المطر منع الزكاة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فمنع الزكاة أو التهاون بها هو من أعظم أسباب منع القطر، وكذلك بقية المعاصي فإنها سبب لحرمان الرزق ونزع البركات والخيرات من الأرض، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا حبس المطر وأجدبت الأرض وغارت المياه وماتت الأشجار والزروع وأجدبت الأرض من الكلى والرعي، فهذا بسبب ذنوب العباد، ولا علاج له إلا بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله. ومن ذلك، من التوبة إلى الله، صلاة الاستسقاء، فهي سنة نبوية. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر فإنهم يصلون الاستسقاء. قد استسقى موسى لقومه، واستسقى سليمان عليهما السلام لقومه، واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى لقومه عدة مرات. قال ابن القيم: الاستسقاء الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات. الصفة الأولى صلاة الاستسقاء، أنه يصلي ثم يدعو، صلي صلاة الاستسقاء ثم يدعو.
الصفة الثانية أنه دعا في خطبة الجمعة كما يأتي في الحديث الذي في هذا الباب، أنه دعا في خطبة الجمعة بأن الله ينزل الغيث. والصفة الثالثة أنه دعا من غير صلاة ومن غير خطبة، دعا وأمن الصحابة على دعائه من غير صلاة ومن غير خطبة. هذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهي سبب لنزول الغيث بإذن الله إذا كان معها توبة ورجوع إلى الله عز وجل. أما مجرد صلاة من غير توبة ومن غير تغيير فإنها لا تنفع، لابد مع الصلاة أن يكون هناك تغير من المعصية إلى الطاعة وتوبة إلى الله عز وجل، وتصدق على الفقراء، هذه من أسباب القبول بإذن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استسقى إلا وينزل الله المطر في كل مرة، بل إن المطر ينزل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، ينزل المطر والرسول يخطب خطبة الاستسقاء حتى يصيب النبي صلى الله عليه وسلم المطر وهو يخطب، ويتبادر الناس إلى البيوت لأجل أن يستكنوا بها من المطر. أما نحن فكم نستسقي ونستسقي ونستسقي ولا يحصل شيء، لأننا لم نتب إلى الله عز وجل توبة صحيحة ونتضرع إليه. وإلا لو صدق المسلمون في الاستسقاء وأنابوا إلى الله لأنزل الله عليهم المطر كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. فعلينا مع صلاة الاستسقاء أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونتعاون على البر والتقوى حتى يستجيب الله لنا. أما مجرد صلاة من غير تغير، من غير تغيير، من غير تحول من حالة المعصية وحالة إلى حالة الطاعة، فهذا لا يجدي شيئاً. فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ومهمة جداً. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. هذا الحديث فيه مسائل عظيمة في الاستسقاء. أولاً فيه الخروج لصلاة الاستسقاء، خروج إلى الصحراء فيصلونها في مكان صلاة العيد، هذا هو السنة. فإذا كان مكان خالي من البنيان خارج البنيان فإن السنة أن يخرجوا إليه، وإذا لم يمكن فيصلونها في الجوامع. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وتوجه إلى القبلة، هذا فيه مشروعية الدعاء بنزول الغيث والتوجه إلى القبلة حال الدعاء، وهذا غير الخطبة، هذا دعاء قبل الصلاة، دعاء قبل الصلاة ويتوجه إلى القبلة ثم يصلي ويخطب بعد الصلاة ويدعو أيضا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية تحويل الرداء، قلب الرداء وهو الثوب الذي يكون على أعلى البدن، لأنهم كانوا يلبسون إزارا ورداء يسمونه الحلة، يلبسون إزار ويلبسون فوقه رداء.
النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وحول الصحابة أرضيتهم، هذه سنة في الاستسقاء، والحكمة والله أعلم من أجل التغيير، إشارة إلى تغير الحال، إشارة إلى تغير الحال من الجدب وانحباس المطر إلى الفرج والخير، هذه الحكمة والله أعلم في تغيير الرداء، فهو سنة، تغيير الرداء سنة. ويدعو بعده متوجها إلى القبلة، كل يدعو، كل الإمام والمأمومون حولون أرضيتهم، وكل واحد يتوجه إلى القبلة ويدعو سرا بينه وبين الله. هذا من أحكام صلاة الاستسقاء. نعم. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. والمسألة الخامسة أنه يشرع صلاة ركعتين، وأنه يجهر فيهما بالقراءة، ما يقرأ سرا إنما يجهر بالقراءة ويسمع المأمومين. نعم. وفي لفظ أتى المصلى. نعم، هذا يؤكد الخروج، قوله خرج ثم قال أتى المصلى، هذا يؤكد أنه يستحب البروز لصلاة الاستسقاء وإظهار الفقر والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى، يبرزون ويتضرعون إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وأخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس ابن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. نعم، من أول الحديث. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. نعم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. نعم. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الاستسقاء يكون عند
انحباس المطر، الاستسقاء يكون عند انحباس المطر. ثانيا فيه جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة، فإن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فلا يكون هذا داخلا في النهي عن الكلام والإمام يخطب، هذا مستثنى أن الإمام يكلم في الأمور المهمة ولا يكون هذا من الكلام والإمام يخطب. وثالثا فيه بيان نوع من أنواع الاستسقاء، وهو الاستسقاء في خطبة الجمعة، والحديث الذي قبله الاستسقاء في صلاة الاستسقاء. وهذا استسقاء في خطبة الجمعة، وتكون صلاة الجمعة عوض عن صلاة الاستسقاء. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء حتى في خطبة الجمعة، لأن رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا في الاستسقاء، أما إذا دعا في الخطبة لغير الاستسقاء فإنه لا يرفع يديه، فهذا فيه دليل على أن دعاء الاستسقاء ترفع فيه الأيدي ولو كان في خطبة الجمعة. نعم. صلى الله عليه. ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هلكت الأموال بسبب عدم وجود المراعي، انقطعت السبل لأن الإبل هزلت ألا تستطيع الحمل، حمل الأثقال والسفر، ولا شك أن السبل فيها مصالح للعباد في حمل تجاراتهم وأسفارهم، مواصلة بين البلدان. نعم. فادعوا الله يغيثنا. قال فيه طلب من الخطيب أن يدعو الله بالغيث، وأن هذا ليس داخلا في النهي عن الكلام والإمام يخطب. نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: نعم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا فيه تكرار الدعاء، فيه أنه يكرر الدعاء ثلاث مرات ويقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. إن هذا من أسباب الإجابة، تكرار الدعاء والإلحاح من أسباب الإجابة بإذن الله. نعم. صلى الله عليك. قال أنس: فوالله فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. نعم. كان السماء صافيا، ليس فيه سحاب قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قزعة وهي القطعة، القزعة هي القطعة من الغيم، من الغمام، ومنه القزع والنهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. نعم. صلى الله عليك. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل يقع غربي المسجد النبوي، جبل يقع غربي المسجد النبوي. نعم. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. مثل الترس وهو ما يستجن به المقاتل، الترس هو ما يتخذه المقاتل جنة دونه ودون السلاح، وهو شيء مستدير من الحديد أو الفولاذ لا ينفذه السلاح، هذا هو الترس، يتترس به. نعم. يعني قطعة صغيرة. نعم. أحسن الله إليك. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. توسعت وصارت سحابة ثم أمطرت بإذن الله. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من
من أدلة صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. استمر المطر كل الأسبوع، سبت يعني أسبوع، من الجمعة إلى الجمعة، الأسبوع يسمى سبتا. نعم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله، نعم، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا فيه الدعاء إذا كثرت الأمطار، فيه أنه إذا كثرت الأمطار وخيف الضرر أنهم يدعون الله أن تقلع السماء، وهو ما يسمى بدعاء الاستصحاء. الأول دعاء الاستسقاء، وهذا دعاء الاستصحاء. ففيه مشروعية الدعاء إذا كثرت الأمطار وخيف الضرر أنهم يدعون بإقلاع السماء عن المطر وطلوع الشمس، لأن المطر حبسهم عن مصالحهم، لأن استمرار المطر حبسهم عن مصالحهم. هذا فيه دليل على ضعف العباد، أن الدليل على ضعف العباد وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفقرهم إلى الله عز وجل. إن انقطع المطر احتاجوا، وإن زاد المطر ضرهم، ففيه حاجة العباد إلى الله عز وجل، وفيه طلب الدعاء من الرجل الصالح، فإن هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه طلب الدعاء من الرجل الصالح في الاستسقاء. وأن الناس الصحابة مشوا على هذا، كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم بالسقيا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأجدبوا، طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا، وقال اللهم إنا كنا نستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإننا نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فدعا العباس رضي الله عنه. هذا فيه طلب، مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح، وخص العباس لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قرابته، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع صلاحه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه طلب الدعاء من الرجل الفاضل، من الرجل الفاضل. وأنه لا يطلب الدعاء أو الشفاعة من الميت، لأن عمر عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، والميت لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب هذا من الحي الحاضر. نعم. صلى الله عليك. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، أي أنزل المطر حولنا. ما طلب أن الله يقطع المطر، بل طلب أن الله يجعله حواليهم، يعني لا يكون على المساكن والمباني، وإنما يكون حول المدينة. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن يقطع المطر، بل طلب منه أن يحوله إلى الأمكنة التي لا ضرر فيها. اللهم حوالينا ولا علينا. نعم.
اللهم على الآكام والضراب. اللهم على الآكام والضراب، المرتفعات الصغيرة وبطون الأودية، لأن هذه منابت الكلى والشجر. نعم. وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا فيه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه دعا في المطر فأنزله الله في الحال، ودعا بتنحي المطر عنهم فنحاه الله عنهم، وطلعت الشمس خرجوا يمشون في الشمس. هذا فيه أن الله جل وعلا قريب مجيب، وأنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله يستجيب له بسرعة. نعم. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ شريك بن عبد الله راوي الحديث سأل أنس بن مالك الذي الصحابي رضي الله عنه: هل الذي دخل المرة الثانية هو الأول؟ قال: لا أدري. فقال: لا أدري، قد يكون هو قد يكون غيره. نعم. وهذا لا يتعلق به شيء، كونه هو الرجل الأول أو لا، لا يتعلق به شيء. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: الضراب الجبال الصغار، معروف. نعم. والأكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. نعم. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. نعم. نحو دار القضاء يعني دار عمر، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تسمى دار القضاء، إنما سميت فيما بعد لأنها بيعت وسدد بها أو قضي بها دين عمر، وسميت دار القضاء أي قضاء الدين. نعم. باب صلاة الخوف. نعم. صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن. وصلاة الخوف من جملة صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار هي صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف، هذه يقال لها صلاة أهل الأعذار. والخوف هو ضد الأمن، والمراد به الخوف من العدو. وهذا الدين دين يسر وسهولة، فيشرع لكل حالة ما يناسبها، فلا يكون هناك حرج على المسلمين. وصلاة الخوف فيها دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فإذا لم تسقط في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى. وفيه وجوب صلاة الجماعة، فيه وجوب صلاة الجماعة، لأنهم صلوها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوبها. فإذا كانت تجب صلاة الجماعة في حالة الخوف فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى. فهذا من أبرز الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين على كل مسلم. والخوف أنواع: خوف من العدو من غير التحام بالقتال، هذه حالة. الحالة الثانية: خوف من العدو مع التحام القتال. الحالة الثالثة: خوف من العدو مع الهرب. وصلاة الخوف جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في القرآن لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر الآية. وهذا في الخوف الذي ليس معه التحام مع العدو. والآية الثانية: إذا اشتد الخوف وحصل الهرب من العدو وحانت الصلاة فإن الهارب يصلي راكبا أو ماشيا، راجلا أو راكبا. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم
فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا ماشين أو ركبانا على الدواب أو على غيرها من المركوبات، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، وإنما تصلى بحسب الاستطاعة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية. نعم. صلى الله عليك. عن عبد وصلاة الله. الخوف، صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، وردت في أحاديث صحيحة وبصفات متعددة، صفات متعددة أوصلها بعضهم إلى 16 صفة، بعضهم إلى 19 صفة. والإمام أحمد رحمه الله يقول صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، كلها جائزة. فاختلاف الأحاديث، اختلاف الصفات الواردة في صلاة الخوف محمول أو محمولة، محمول على تعدد الحالات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في كل حالة بحسبها، فتعدد الصفات دليل على تعدد الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بحسب الأحوال مع العدو، فلا تعارض بين الروايات أبداً ولله الحمد. فمن صفاتها أولاً إذا كان العدو في جهة القبلة فإن هذا كما ذكر الله، فإذا كان العدو في جهة القبلة يعني بينهم وبين القبلة فإنهم يقومون جميعاً صفين صفين، يكبرون جميعاً تكبيرة الإحرام ويركعون جميعاً، ثم إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفاً يراقب العدو، ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية تأخر الصف الأول وصار في مكان الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني وكان في مقام الصف الأول، ثم سجدوا لأنفسهم، ثم سجدوا لأنفسهم، ثم قاموا مع الإمام جميعا، فإذا ركع الإمام ركع معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، فإذا سجد الإمام إذا ركعوا جميعا الركوع جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى، وبقي الصف الثاني الذي هو كان الصف الأول الركعة الأولى قائما، فإذا جلس الإمام سجد الصف الثاني ثم لحقوا بالإمام وسلموا معه. هذه صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهو ما يسمونه بالوجه الثاني، بالوجه الثاني، فهنا جاءت عدة صفات. صفة أنه صلى، أنه صلى وقامت طائفة معه وصلوا معه ركعة، وطائفة وجاه العدو لم تدخل في الصلاة، تكون وجاه العدو لم تدخل في الصلاة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية تأخر الصف الأول وصاروا وجاه العدو، ثم جاء الصف جاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الباقية، ثم ثبت الإمام جالساً، ثم قام كل طائفة وقضوا لأنفسهم، ثم سلم بهم جميعاً، سلم بهم جميعاً. هذه صفة. وصفة أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائماً في الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا للحراسة، ثم جاءت الطائفة التي كانت في الحراسة فصلت معه الركعة الثانية، ثم ثبت جالساً وقاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وهذا من العدل. الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام وأتمت لنفسها، والطائفة الثانية حضرت معه التسليم وأتمت لأنفسها. هذه من صفات صلاة الخوف.
وفي بعض الروايات أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين وسلم، فتكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان. وفي بعض الروايات أنه صلى بطائفة ركعة وسلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة وسلم، فتكون صلاة الخوف ركعة واحدة. فهذا محمول على تعدد الأحوال، تعدد الصفات لتعدد الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل حالة بما يناسبها. وهذا مما يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال، ومما يدل على كمال هذا الدين وكمال تشريعه هذه الصلاة العجيبة وهذا النظام العجيب. هذا بهر الكفار لما رأوه، بهرهم لما هم كانوا يهمون أن المسلمين إذا دخلوا بالصلاة يهجمون عليهم، فلما رأوا هذا التنظيم العظيم بهرهم هذا وأوقفهم عند حدهم. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا من حكمة الله عز وجل أنهم يصلون ويحرسون. وفيه أن المسلمين يأخذون حذرهم، ما يقولون والله حنا مسلمين ويبي يدافع الله عنا، يدافع الله لكن مع فعل الأسباب، يدافع مع فعل الأسباب. أما أننا نترك الأسباب ونقول الله يدافع عنا، هذا حج، هذا من العجز. ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فحمل السلاح في الصلاة والنظر إلى العدو والالتفات إليه هذا من فعل الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل. ففيه دقة هذا الدين وأنه دين القوة والحذر من العدو مع فعل الأسباب الواقية بإذن الله. نعم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بال... هذا في إذا كان العدو في غير القبلة، في غير القبلة. نعم. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نعم. فصلى بالأولى ركعة وذهبت للحراسة، جاءت الطائفة الثانية صلى بها الركعة الباقية ثم سلم، فلما سلم قاموا وقضوا لأنفسهم. نعم. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف. صلاة الرقاع، سميت ذات الرقاع لأنهم نقبت أقدامهم رضي الله عنهم من الحفاء، فلفوا على أقدامهم الرقاع يتقون بها الشوك والحفاء، فسميت ذات الرقاع، وكانت قبل نجد. نعم. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصل، هذا أيضا في إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. فصلى بالذين معه ركعة. نعم. ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. اللي في حديث ابن عمر أنهم لم يتموا إلا بعد ما سلم الإمام، وهذا فيه أنهم يتمون، أن الطائفة الأولى تتم قبل أن يسلم الإمام ثم تذهب للحراسة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية ويثبت جالساً وتتم لنفسها ثم يسلم بهم. نعم. ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. نعم. فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً.
وأتموا لأنفسهم. وهذه تطابق الآية، هذه الصفة تطابق ما في الآية الكريمة. نعم. فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نعم. فتكون الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أدركت التسليم، هذا من العدل. نعم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة، وهذا أصح شيء في صلاة الخوف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره، لأنه يوافق الآية تماما. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وصالح بن خوات هذا تابعي، صالح بن خوات تابعي، ووالده خوات بن جبير صحابي، صالح تابعي ووالده خوات بن جبير صحابي، فهو يروي عن أبيه. نعم. وكذلك يزيد بن رومان تابعي. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذا الوجه الأول، إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون مع الإمام جميعا. نعم. وينظرون إلى العدو وهم يصلون. نعم. والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. نعم. ثم ركع وركعنا جميعا. وينظرون إلى العدو وهم ركوع. نعم. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. نعم. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. أي نعم، لما جاء السجود سجد معه الصف الذي يليه، وبقي الصف المؤخر يرقب العدو. نعم. وقام الصف المؤخر في نحر العدو. نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. نظام عسكري عظيم، يعني ما دقيق، ما يستطيعه البشر بهذا النظام. نعم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا كما في الركعة الأولى. نعم. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر. نعم. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. نعم. وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا. وصار الصف الأول يراقب العدو وهو جالس. نعم. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. نعم. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. نعم. كان الأمراء من بني أمية وغيرهم معهم حرس، ويعملون هكذا، يحرسون الأمراء ويعملون هكذا، يصلون ويراقبون الناس لا يحصل هجوم على ولي الأمر. نعم. ذكره نعم. مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى نعم. الله. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. اي نعم، فالحرس يصلون صلاة الخوف، يطبقونها لأجل الحراسة. نعم. ذكره مسلم بتمامه. نعم. وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. نعم. طيب، هذه الأحاديث الصحيحة لصلاة الخوف.
إذا كان العدو في جهة القبلة لها صفة واحدة هي ما ذكر في هذا الحديث، إذا كان في غير جهة العدو فلها صفات كما سبق، وكلها صحيحة وكلها بحسب الأحوال. نعم. أحسن الله إليك. باب الجنائز. يكفي. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم إهمال صلاة الاستسقاء احتجاجاً بكثرة الذنوب الموجودة أو بتوفر المياه؟ ما حكم إيش؟ ما حكم إهمال صلاة الاستسقاء؟ إهمال؟ نعم شيخ. بكثرة الذنوب الموجودة احتجاجاً بكثرة الذنوب الموجودة أو بتوفر المياه. أما إذا كانت المياه متوفرة فلا تشرع صلاة الاستسقاء لأنه لا حاجة إليها. وأما قوله على كثرة الذنوب هذا لا يجوز، هذا قنوط من رحمة الله، فلا يجوز أن نترك صلاة الاستسقاء ونقول لا يستجاب لنا لكثرة الذنوب وكثرة المعاصي، هذا من الجهل ومن إساءة الظن بالله عز وجل. فلا نقنط من رحمة الله ولو عظمت ذنوبنا، الله قريب مجيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فنستسقي ونلح والله قريب مجيب. لكن الشأن أننا نسبق، ما نصلي صلاة شكلية بل صلاة عن توبة وعن استغفار وعن رجوع عن السيئات، هذا هو المطلوب. وكل ما عظمت الذنوب فإن هذا يكون آكد في التوبة والاستغفار، كل ما عظمت الذنوب يكون هذا آكد في التوبة والاستغفار. أما اللي يقول أنه إذا كثرت الذنوب فلا تستغفر ولا تستسقوا، هذا جاهل مركب، وهذا عنده قنوط من رحمة الله. والله جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله العافية. فعلى هذا أنه يتوب إلى الله من هذه المقالة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا تعارض وقت صلاة الاستسقاء مع الدوام الرسمي فأيهما أقدم، حيث يضطر الشخص إلى التأخر عن الدوام؟ صلاة الاستسقاء سنة، إذا تيسرت فهي سنة مؤكدة، وإذا لم تتيسر فهو معذور، لكن يدعو، عليه أنه يدعو ويكثر من الدعاء وهو في العمل. نعم. وأيضا المسؤولين ينبغي أنهم يجعلون فرصة للموظفين والطلبة لصلاة الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: والغالب أنهم يجعلونها يوم الخميس يوم عطلة، ولكن أكثر الناس ينامون ولا يذهبون للاستسقاء كسلا. إذا كانوا يتكاسلون عن صلاة الفجر فكيف صلاة الاستسقاء؟ هذا من الإعراض والغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قسوة القلوب بعضهم يقول: ما في حاجة لصلاة الاستسقاء، أنا غني وعندي فلوس والما يصب البيت وكل شيء متوفر، ولا يظن أن الله سيغير عليه وأن الله سيسلبه هذه النعمة، ما يفكر بهذا. ثم أيضا ما يفكر بحالة إخوانه وحاجتهم، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له بالسهر والحمى، ما يشعر بحاجة المسلمين ويرق لحالهم ويدعو لهم ويتألم لألمهم، ما هكذا المسلم. أولا المسلم لا يغتر بما عنده، فإن الله قادر على سلبه منه في لحظة. وثانيا المسلم يتألم لألم إخوانه فيستسقي ويدعو لهم، لأنه عضو منهم يؤلمه ما يؤلمهم، ينبغي أن يكون شعور المسلم هكذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الشماغ والكوت يدخل في قلب الرداء؟ الشماغ ما يدخل، أما الكوت يمكن، بس الكوت لا بأس،
يقلب الكوت لأنه مثابة الرداء، لأنه لباس أعلى على أعلى الجسم فيشبه الرداء، والبشت يشبه الرداء. وأما الشماغ أو الغترة هذا ما هو باللباس، هذا على الرأس فقط، ما هو على أعلى الجسم ولا على الكتفين، إنما هو على الرأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ماذا يقول الشخص إذا كان في البر ونزل مطر شديد؟ يدعو الله بأن يرفع المطر عنه وعن من معه ويحوله إلى جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نرى بعض الناس بعد صلاة الاستسقاء وخطبته يستقبلون القبلة وهم واقفين رافعين أيديهم، فهل ورد هذا؟ هذا هو السنة. نعم، ما سمعتم الحديث أنه توجه إلى القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام وحول رداءه؟ سمعته قريبا. فكل مسلم إذا حول الإمام رداءه فالحاضرون يحولون أرديتهم ويتوجهون إلى القبلة ويدعون عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندنا في مصر إذا زاد منسوب نهر النيل هل يشرع لنا صلاة الاستسقاء وهذا يؤدي إلى موت تلك السنة؟ إذا إيش؟ يقول: عندنا في مصر إذا زاد منسوب نهر النيل اللي يسمونه الفيضان، نعم، هل يشرع لنا صلاة الاستسقاء وهذا يؤدي إلى موت تلك السنة؟ ما يشرع صلاة الاستسقاء، يشرع الدعاء، يشرع الدعاء بأن يرفع الله المطر عن فروع الوادي، لأن الوادي يأتي من فروع ينزل عليها المطر في الشتاء ويتجمد، فإذا جاء الصيف ذابت هذه الثلوج ثم جاءت مع الوادي النهر، فإذا زاد منسوبه يدعون الله بأن يرفع المطر عن فروع وادي النيل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقلب الرداء حتى يرجع إلى بيته أم وقت الدعاء فقط؟ ذكر الفقهاء أنه يتركه إلى أن يرجع إلى بيته، إلى أن يخلعه، يتركه مقلوبا إلى أن يخلعه. نعم. أحسن الله إليك. بعض الناس، يقول السائل: بعض الناس هداهم الله يقولون: لو أنكم لم تصلوا لمطرنا، فما الحكم في ذلك؟ هذا مثل السؤال الأول، هذا عنده قنوط من رحمة الله وعنده احتقار للصلاة، وهذه كلمة خطيرة جدا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل في دعاء الاستسقاء للمأمومين، أن يكون قبل الصلاة أو بعدها، والخطبة كذلك؟ الدعاء مطلوب قبل الصلاة وبعدها وفي البيت وفي الطريق، مطلوب الدعاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الرد على الخطيب إذا أخطأ؟ لا بأس، إذا أخطأ وتوقف فأنت تفتح عليه، أما إذا لم يتوقف واستمر أنت لا ترد عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشرع قول الرجل لأخيه: لا تنسنا من صالح دعائك؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فلا بأس بذلك، لا بأس أنك تطلب من الرجل الفاضل أن يدعو لك، خصوصا إذا ذهب إلى الحرم وإلى الأماكن الشريفة، فإنك توصيه بأن يدعو الله لك في طوافه وفي صلاته في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل رجال الأمن الذين يطاردون المطلوبين والسارقين هل لهم أن يصلوا صلاة الخوف؟ إذا كان يبي يخرج الوقت وهم في المطاردة يصلون صلاة الخوف، أما إذا كان ما يخرج الوقت فيؤخرونها إلى آخر وقتها، أو يجمعونها مع الصلاة التي بعدها إذا كانت تجمع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو توضيح وضع القدمين أثناء الوقوف في الصلاة، هل تضم إلى بعض أو تكون متباعدة؟ متوسطة، لا تكون متباعدة كما يفعل بعض الناس ويضيق على من بجانبه ويؤذيه،
ولا يضمهما، بل يكون معتدلا، يكون معتدلا، يضع قدميه معتدلتين وبينهما شيء من الانفراج، نعم، من غير مبالغة، نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عفى الله عنك وعن المسلمين أجمعين، أنا أحد الذين يحضرون لديكم ولله الحمد، ولكن هناك ذنب اقترفته، وكلما تبت منه وعاهدت الله رجعت إليه، فقل لي في نفسي قولا بليغا لعل الله ينفعني وإخواني الحاضرين بما تقول، وادعوا لي دعوة لعل الله ينفعني بها، وجزاكم الله خيرا. لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط، وكل ما أذنبت استغفر وتوب إلى الله عز وجل، كل ما أذنبت أو عدت إلى الذنب الذي تبت منه فلا تترك التوبة، تب إلى الله، وعليك بالعزيمة الصادقة، وعليك أيضا بالبعد عن جلساء السوء، والبعد عن النظر في القنوات الفاسدة التي أفسدت كثيرا من المسلمين. ابتعد عن أسباب الوقوع في المعصية، ابتعد عنها، هذا مما يعينك على التوبة. ولا تقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبك ومهما تكرر منك الذنب، لا تقنط من رحمة الله، تب إلى الله عز وجل، نعم. نسأل الله أن يمن علينا وعليك بالتوبة الصادقة، وأن يتقبل منا ومنك، وأن يعيننا وإياك على أنفسنا، ويعيذنا من الشيطان الرجيم ومن النفس الأمارة بالسوء، نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقاء؟ ليس لها وقت، تؤدى عند الحاجة، ولكن الفقهاء يقولون حكمها حكم صلاة العيد، وصلاة العيد تؤدى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، ولكن الواقع أنه يستسقي، لكن إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء فهي مثل صلاة العيد، وإذا أراد أنه يدعو دعاء فقط فإنه يدعو في أي وقت، يرفع يديه ويدعو في كل وقت بالسقيا، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: سقى الله بلاد الكافرين ولا بلاد الحاسدين؟ أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: سقى الله بلاد الكافرين ولا بلاد الحاسدين؟ الحاسدين؟ إيه نعم، هذا كلام فارغ ودعاء باطل، لا يجوز هذا، المفروض أنه يدعو لبلاد المسلمين، والحسد موجود، قل أن يسلم منه أحد، ولكنه لا يمنع من الدعاء ومن التوبة إلى الله والاستغفار، نعم. هذا معناه عنده أن الكافر أحسن من الحاسد، هذا معناه أن الكافر أحسن من الحاسد ولو كان الحاسد مسلما، هذا كلام خطير، كلام فاضي ولا يجوز، نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تخصيص يومي الاثنين والخميس لصلاة الاستسقاء دون غيرهما من الأيام؟ لا بأس، الاستسقاء يجوز في أي يوم، لكن يوم الخميس ويوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، فلهما مزية على غيرهما من الأيام، فهما أرجى لقبول الدعاء، ولو استسقوا في غيرهما فلا بأس، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لمن حضر خطبة الجمعة أن يرفع يديه إذا دعا الخطيب ورفع يديه لنزول المطر؟ نعم، إذا دعا الخطيب بالاستسقاء فإن الخطيب يرفع يديه والمأمومون يرفعون أيديهم، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تقصر المغرب في الخوف وكيف تصلى؟ المغرب لا تقصر أبدا، لأنها وتر النهار ولا تقصر، تصلى ثلاثا تامة، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صحيح أنه يجوز أن يصلى في الخوف ركعة واحدة في الخوف الشديد؟ ورد في بعض الروايات أنه صلى في كل طائفة ركعة، هذا ورد، الله أعلم، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل:
جاء في صفة صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة الركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى ركعة وثبت جالسا. والسؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التشهد أثناء جلوسه أم كان ساكتا حتى أدركه المأمومون؟ الله أعلم، هذا ما ندري، هذا ما ندري، ولكن يدعو المصلي إذا فرغ من التشهد يدعو، يشتغل بالدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيكثر من الدعاء قبل السلام، يشغل الوقت ما يسكت، يشغل الوقت بالدعاء. لا أحسن الله إليك. يقول السائل، كيف تكون صلاة الخوف عند الهروب من العدو؟ يصلي على حسب حاله، مستقبل القبلة أو غير مستقبل، راكبا أو ماشيا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويصلي سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل، لأن هذه ضرورة، هذه حالة ضرورة. نعم، ويسقط استقبال القبلة في حال الضرورة، لأن الشرط إذا عجز عنه يسقط. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل، هناك من اعتنى بكتب ابن القيم وجعلها في كتب مصغرة وأضاف إليها بعض التعليقات اليسيرة، منهم في عصرنا صهيب الكرمي، فهل تعرفونه يا فضيلة الشيخ؟ لا والله ما نعرفه، لست أعرفه، وإذا كان يقصد من هذا الاستفادة من كتب ابن القيم فلا بأس بذلك. نعم، بس المهم أنه ما يتصرف فيها بزيادة أو نقصان أو تعليق، أو تعليق فيه انتقاد لابن القيم أو تغليط لابن القيم كما يفعل بعض المتعالمين، ما يتصرف في كلام العلماء أبدا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل، يقول أحد الأساتذة عندنا، التقصير في العمرة لا يكون إلا بالمكينة، وأما التقصير بالمقص فليس بتقصير صحيح. هذا كلام من عنده، ما وجدت المكينة إلا من وقت قريب. إذن الصحابة كانوا مخطئين والسلف كلهم مخطئون اللي يقصون بالمقص. نعم، المهم أنه يقصر سواء بالمكينة أو بالمقص، قصر من شعره. نعم فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل من الخطأ ما يفعله الناس الآن من قلب المشلح أو الشماغ؟ لأن الوارد قلب الرداء، سمعت هذا من مدرس الفقه في مدرستنا، هل كلامه صحيح؟ لا، كلامه ما هو صحيح، يقلب البشت مثل ما يقلب الرداء، لأن البشت بمثابة الرداء والكوت بمثابة الرداء، فيقلب الرداء أو ما يقوم مقامه. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل، هل يجوز طلب الاستسقاء من الشيخ أثناء الدرس؟ وهل الآن يجوز الاستسقاء بأهل بيته صلى الله عليه وسلم استدلالاً بفعل عمر بن الخطاب؟ يطلب الدعاء من الصالحين سواء من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره، كل رجل فيه صلاح وتقى إنه يطلب منه الدعاء. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل، ما حكم استخدام المسواك والإمام يخطب؟ لا ينبغي يوم الجمعة، ما ينبغي أنه يتحرك ويتسوك، لأن هذه حركة، فينبغي أنه يقطع الحركة ويقطع الكلام وينصت للخطبة. نعم فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكحل عينيه، وهل هي من السنة؟ كان إيش؟ يكحل عينيه. يكحل؟ نعم. إيه نعم، الكحل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمت، فينبغي إذا تيسر أنه يكتحل المسلم، ولكن ما هو بكل ليلة، ليلة من وراء ليلة يغب بذلك. نعم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تقلب العباءة؟ لا، المرأة تبقى على لباسها ولا تغير شيئا لأنها عورة. نعم، إنما هذا ورد في الرجال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل، إذا سمعنا قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فهل نقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي فيه ضعيف،
ولا يقال هذا الدعاء أبدا لأنه لم يثبت به دليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول أيضا، يقول السائل: قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، بعض المفسرين فسره بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، فهل في هذا التفسير صرف للمعنى من ظاهره إلى مجازه؟ وكيف؟ لا، هذا ما هو بصرف، هذا هو التفسير الصحيح. النور على قسمين، النور المضاف إلى الله على قسمين: نور هو صفة من صفاته كنور وجهه سبحانه وتعالى، ونور مخلوق من خلقه كنور الشمس والقمر والمصابيح والكهرباء، هذا نور مخلوق. ونور الإيمان مخلوق أيضا في قلب المؤمن من النور المخلوق المعنوي، نور معنوي. النور المخلوق على قسمين: نور معنوي ونور حسي. فالله جل وعلا نور وكلامه نور، وهذا ليس مخلوق. إذا يريد بالنور القرآن فهو غير مخلوق، صفة من صفات الله، فالنور الذي هو صفة من صفات الله غير مخلوق. أما النور الذي في السماوات وفي الأرض وفي الجنة وفي هذا نور مخلوق، والنور الذي في قلب المؤمن هذا مخلوق. ولذلك شبهه، قال: مثل نوره. لو كان المراد نور الله ما يشبه. نعم. أحسن الله إليك. سؤال كثر، وهو يقول: هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طول السواك؟ في إيش؟ في طول السواك. نعم، قال الفقهاء أنه ينبغي أن يكون السواك طول شبر من أجل أن يقبضه ويتمكن من قبضه. أما أنه ورد عن الرسول شيء ما أدري، لكن الفقهاء ذكروا هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من صفات الاستسقاء أن يدعو الإمام في صلاة الوتر؟ لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الآن يفعل الحرمين وغيرهما، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في شهر محرم من عام 24 و400 وألف أردت إخراج زكاة ذهب زوجتي. نعم. يقول: في شهر محرم من عام 24 و400 وألف أردت إخراج زكاة ذهب زوجتي، وبلغت حوالي 350 ريال، وقد مر عام كامل ولم أخرجها، فما حكم التهاون فيها؟ لا يجوز التهاون في إخراج الزكاة. إخراج الزكاة على الفور، يعني وقت وجوبها. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكما أن الصلاة تؤدى في وقتها، لذلك الزكاة تؤدى عند وجوبها ولا يؤخرها، لأن هذا فيه تأخر عن تنفيذ الأمر، والأمر للفور، وثانيا فيه تعطيل لحاجة الفقراء والمساكين، تحبسها عندك والفقراء يحتاجونها، هذا غلط. نعم. فأنت أخطأت في هذا، لكن لا بد من إخراجها، ولو تأخرت لا بد من إخراجها مع التوبة والاستغفار. نعم. إلا إذا كان يؤخرها لغرض صحيح، كان يكون ما عنده فلوس في الوقت الحاضر وينتظر لما يجي فلوس، لا بأس. أو يؤخرها لأناس أشد حاجة، أناس سيأتون وهم أشد حاجة ينتظرهم، لا بأس. إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا لم يأمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء كما في بعض البلاد ولجهل الناس بها، فهل تشرع الصلاة من غير إذنهم؟ أي نعم، صلاة الاستسقاء عند الحاجة ولو لم يأمر بها الإمام، حتى الواحد الفرد الواحد له أن يصليها ويطلب السقيا من الله عز وجل، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تعليم الناس صلاة الخوف بحالاته التي ذكرتموها عمليا؟ لا بأس بذلك، إنها تصور لهم صلاة الخوف حتى يعرفوها، لا بأس بذلك. نعم. لكن ما يفعلها على أنها صلاة، وإنما يفعلها على أنها بيان فقط، فعلها على أنها بيان. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد المدرسين مدرسي التربية الإسلامية في بعض المدارس الأهلية يفتي للطلاب بأن القزع مكروه، فقيل له في ذلك بأن إيه؟ بأن القزع مكروه،
اي نعم. فقيل له في ذلك فقال انه قرأ في كتاب نسيت اسمه ان جمهور العلماء يقولون انه مكروه. وقيل له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقال نحن نتفق اننا لسنا مجتهدين ننظر في الادله. فقال نحن نتفق اننا لسنا مجتهدين ننظر في الادله ولا اقبل كلامكم، اريد كلام احد العلماء المجتهدين، فما تقولون في ذلك؟ ما دام نسي الكتاب ما ندري، يجيب الكتاب ونشوف. ما دام انه نسب الكلام الى كتاب مجهول ونسيه لازم من احضاره والنظر فيه ونقرا العباره ونشوف. لكن الاصل في الامر، الاصل في النهي التحريم، الاصل في النهي التحريم، لا سيما وان هذا من التشبه بالنصارى، التشبه بهم حرام. نعم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.